نظم حزب مستقبل وطن في محافظة المنيا مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر قيادات الحزب وألاف من المواطنين وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ. خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي بعنوان حكاية وطن حول الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية. النهاردة في مؤتمر دعم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لدورة لفترة رئاسية جديدة استكمالا لمسيرة التنمية واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة. ويمكن احنا شاهدنا خلال الفترات اللي فاتت الدولة المصرية بتتقدم بخطى ثابتة وقوية بين كافة الدول، ويمكن في قطاعات كتيرة لمسها التطوير والتنمية، بداية من تنمية الإنسان وفي القطاع الاقتصادي والزراعي والصناعي والاجتماعي والعسكري. النهاردة كان عندنا مؤتمر منظمه مستقبل وطن، وهو الحزب الحمد لله اللي موجود في الشارع بأكثرية بين الناس في القرى والنجوع والمراكز والمدن، وجايين النهاردة تأييدا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عرضه من إنجازات وقدمه للوطن من إنجازات على مدار 10 سنوات، وبنقول له إن شاء الله إحنا هنكمل المسيرة وراك وبإذن الله هتكمل المسيرة مع شعبنا كله. احنا جينا النهاردة في حاضرين في المؤتمر دعم سيادة الرئيس اللي منظمه حزب مستقبل وطن. احنا كلنا جايين بنقول نعم، وجودك مهم، وجوده معانا مهم عشان نكمل قطرة التنمية اللي بدأت. حاجات كتيرة شفناها ولمسناها، يكفي فقط نقول ان هي عشان برنامج مشروع حياة كريمة واللي عمله عندنا في محافظة المنيا في القرى الفقيرة والقرى الأكثر احتياجا، سواء في مغاغة أو في ملوة في بوراس، عشان نكمل الحاجات اللي بدأناها وعشان نكمل حياة آمنة لينا كلنا ولشعبنا.